عمر البشير قائد عسكري وسياسي مثير للجدل، ابن الحركة الإسلامية السودانية ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم. تخرج من الكلية الحربية عام 1967 وتدرج وصولاً لرتبة مشير. شارك في حرب العبور عام 1973 وقاد انقلاباً أزاح حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 1989. فترة حكمه تعد الأطول في تاريخ السودان. أنهت حكومته أطول حرب أهلية في القرن العشرين بعد اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين، لكن الجنوبيين قرروا في النهاية الانفصال ملاحق دولياً بسبب حرب أهلية دامية في دارفور واتهامات لقوات الحكومة بتجاوزات. شهد السودان منتصف حكمه انتعاشاً اقتصادياً بعد إنتاج النفط، لكن الاقتصاد انتكس بشدة بعد الانفصال. ظل السودان على قائمة أمريكا لدعم الإرهاب، رغم أن أمريكا كررت المؤشرات على تحسن العلاقات. رفض البشير التطبيع مع إسرائيل، حالف إيران سنوات قبل أن يقطع العلاقات بذريعة التدخل في المنطقة، وأكد أنه حليف قوي في تحالف دعم الشرعية باليمن. يهاجم الغرب بشدة، ويصف معارضيه بالعملاء والمرتزقة. نجح في إخماد احتجاجات شعبية ضده عام 2013، لكنه واجه غضبا شعبيا غير مسبوق استمر أسابيع، انتهى بإعلان الجيش الإطاحة به وبدأ مرحلة انتقالية.